اختاري من نصف ساعة. طيب ده مطلب قومي شكله. اختار واحدة من القصائد اللي انا كتبتها وانا عمري 19 سنة. يا سلام. وده بيدول برضو انه حتى السن بتحكم، يعني السن ما بتحكمك، العكس. انا دار اقول انه السن ما بعدين يا خالد الكلام ده في المونتاج. ده دليل على انه حتى السن ما بتحول دون انك انت توصل صوتك او تقول كلامك الداير تقوله، باعتبار انه انا كنت بضى يعني في الوقت ذاك حتى كوعي بتاع. الله يديك الصحه والعافيه ان شاء الله، رفع معنويات يا نزار. يعني يا مسؤول مثلك الله يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. فكانت مسؤوليتي حاساها كبيره، فكان صوت حب الوطن الجواي ولد فما قولك بتقولي زاطهر العشق بقليك وجب غسل الجسد بالضي وإذا ضل المقيل عينيك فرض تتوقب عيني وإذا كان العلاج عندك فمرحبتين حباب الكي وإذا زرعك نبت في الجوف شنو الما بيبقى فوق الصي سلام. مطر أمنك خريف قلبا معود يوم يحصد خوف سحاباتك تبل عرق العطش في الجوف ومرحبتين حباب وعماي مرحبتين حباب وعماي إذا ما كنت أنت الشوف وإذا ما كنت نبض الروح ده والجرح النبت في الدوف فلو تأذن بدور أسأل منو اللي اداك تذاكر رجعة الزهرة الكساه الطل منو اللي خلاك بين أشعار تجاوب لما تسأل هل يجوز أهديك رزاز غنوات مربطة احتمال الحل إذا كان الجواب ممكن منو الخلاك فينا وطن ملان إيمان من الفاضي ومعبى من المسافة سكن منو الغناك وبيك رطن منو السندك عليه ظهر الزمان الشوم ملاك محن منو السكبك عقاباتك منو الرفعك غنى ودوباي بعطر فيض مساحاتك منو الدلاني لي أرضك عشان أسكن مساماتك منو الختاك في ذاتي وملاني صبابة من ذاتك بدور تفتح عيناتك بدور تفتح عيناتك تلاقي الأولي الصلاح تلاقي عقاب وليداتك بدور تتوكى إيماني وتمش تفقد حواشاتك تشيل سلوكا تتقدم تزغرد رغم آهاتك تتارب في خلال الأيام وينقط فيك سما الآلام عرق ورق الغنى الكلام ينقط فيك سما الآلام عرق ورق الغنى الكلام بدور تتسقى من عيني وكت تنزف جراحاتك ودورك يا وطن شامخ بدورك يا وطن شامخ تسند الحيل إذا ما مات ودورك تنزفك ذاتي وتداوي نزيف جراح الذات بدورك يوم فرح عمرك تبشر بر للجنيات ودورك يوم صلاة العيد تبارك العيد على الأمات بدورك حي بدورك حي إذا نوسر فتق أحشاي نبض صمت الجراح الني وإذا ماتت معاني النور بدورك تبقى لي الضي تلتك توب حج الحبوبة يوم حنة مليح الزي فلا تنداح ما تنداح إذا فتق الزمن دلقان هديماتك ولا تيأس إذا طول ظلام الليل مناحاتك إذا غابت صباحاتك وإذا نزفت جراحاتك أنحن يا نجنياتك وإذا سريكتي انهدت ملت أشلاء مساحاتك إذا سريكتي انهدت ملت أشلاء مساحاتك فلا تنهار لا ما تنهار ولا تحرق إذا ولع صميم قلب المواجع نار ولا تعفانا لا نعفاك لزمن جزاه التار وصبر ثم كال مريود إذا تقولب عليك وفار وما تندم ولا تندم فداك يا غالي انت الدم فداك صوت الغنى الغناي فداك قلبي ومجاري دماي فداك خط القلم والناي منو القال انت حمل الهم شنو البشبه وجيها غير قعاد البن جر النم وحاتك يا وطن حاشاك وحاتك يا وطن حاشاك مثبت في مسار بالجوف اذا كتر الصبر لا شاك مدسدس بين عروق الزول إذا ما حاول يتناساك وشوقه بيسوقه ليك غصب إذا ما صابحك ماساك أجيف شخبت علينا هواك أجيف شخبت علينا هواك وسم فينا أي وريد عشان نحفظ حروف مغناك
وسوق غيمك على كل حرب تطعن بقفاها قفاك وشد قلب الكتابة سريج يقيف في السكة ويتلقاك وتلقى الريدة بين يدي بتلقى الريدة بين يدي إذا فارقت كسة بجيك سمات اللهفة في عيني وختم الدهشة في شخصي وصفات اللوعة شاهد عليه دايتي عليه أضان زمنا مدسدس في مسام الغي وإذا فرضك صلاة الشوق بشد أوتار عصب حسك وتاجر بقواي في السوق عشان أتوسد إحساسي وأراهن بقلب مسروق وكورك أكورك أكورك قلبي ليك بالدين مسام الغنوة والإيقاع مجابهة الزمان الشين نبض قلب العشق والعين فرح موسم عديلة وزين ببيعك صادي بالمجان وما خسران ولا خسران عشانك انت يا وطنا بصد جيب الفلس مليان وشيل طوريتك توكل علي مطر الأسر رويان علي ناسا بتاكل اللقمة واسوق الأنين الحان راضية عشان تبيع الفرحة في أسواق شغل الأحزان بتستكتر مروق الروح بدونك وتشتهي الحرمان وطن مبدع وطن فنان وطن بقامة الإنسان وطن كفت معاني الجوع وعى وكان الفقر سكران وطن إيمان فما قولك ما قولك إذا سكن البكم صمتي ومضغ حس الزمن حولك وما قولك إذا سلب القصر طولي وقفت أشابي ليه طولك وما قولك إذا صنقع خريف غيمك نكت بطن الزمن غولك وإذا دمي وأبوي وأمي وأنا وعمي غناي وشقاي هواي ودماي أناي وسواي صبح كل النظم هولك فما قولك وطن مبدع وطن فنان وطن بإقامة الإنسان فما قولك يا سلام شكرا شكرا يا نضال على هذا النبض الحي.